كلمة وزارة الصحة تتضمن الدفعات الجديدة الخريجين والخريجات من طلبة وطالبات معهد عمان للتمريض التخصصي ومعهد العلوم الصحية ومعهد عمان للصحة العامة ومعهد عمان لمساعدي الصيدلة ومعهد عمان للتمريض ومعاهد التمريض بمختلف المحافظات، حيث بلغ عددهم 842 خريجا وخريجة متوزعين على العديد من التخصصات الطبية. وما من شك أن هذا العدد من الخريجين والخريجات سيكون رافدا مهما لتعزيز مستوى الخدمات الصحية، خاصة وأن التأكيد هنا على الاهتمام بجانب النوع في بناء القدرات والمهارات التي تحتاج إليها الخدمات الصحية. برنامج الحفل اشتمل على عدة فقرات، منها كلمة لوزارة الصحة وأخرى للخريجين وأداء قسم المهنة وتكريم أوائل الخريجين وتوزيع شهادات التخرج. الأولى معهد إبرة للتمريض. فرحتنا لا توصف ولا يمكن أن نعبر عنها بالكم الهائل من هذه المشاعر، ولكن نشكر الله والوالدينا والمعلمين والمعهد على هذا الجهد المبارك، وإن شاء الله راح نطبق كل ما تعلمناه في المعاهد الصحية ونطبقه بكل إخلاص. شعور رائع بحضور فرحة التخرج وفرحة التخرج الثاني هذا، وأخذ تخصص قبالة والتوليد، وإن شاء الله سنطبقه في المستشفيات كما عهدنا عليه وكما درسناه إن شاء الله. وتعد هذه الدفعة الجديدة رافدا آخر وإضافة جديدة للكوادر الوطنية العاملة في القطاع الصحي في مختلف المؤسسات الصحية بالسلطنة. لتلفزيون سلطنة عمان، عبد الله بن خلفان الرمضاني من مسرح المدينة مسقط.